موجز لأهم الأنباء من شوف تي في، أهلا بكم. عبرت أحزاب المعارضة عن رفضها لمسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة في صيغته الحالية، داعية الحكومة إلى إعادة صياغة جديدة للمشروع بما يحقق إعمالا فعليا لديمقراطية الجماعات الترابية. واعتبرت أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري في مذكرة سياسية مشتركة أن الانتقال إلى نظام متقدم لمغرب الجهات وتعزيز مقوماتها السياسية، خاصة في حال أجرأت المبادرة المغربية للحكم الذاتي أو اتخاذ خيار مراجعة قواعد تأليف مجلس المستشارين يقتضي مراجعة دستورية. تقترح أحزاب المعارضة أن تتم باستعمال الإمكانيات المتاحة في الدستور وبالمسطرة المنصوص عليها في الفصل 174 من الدستور. في خبر آخر، طالب محمد حمري مدير مكتب الصرف مؤخرا من محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية بالسماح لمواطنين مغاربة يمتلكون أرصدة واستثمارات مالية داخل وخارج أرض الوطن من الاستثمار في القطب المالي للدار البيضاء كازا فينانس سيتي الذي يتموقع كمحور للمال والأعمال والذي يمكن المستثمرين من ولوج السوق الإفريقية. وحسب المعطيات التي تتوفر عليها شوف تي في، فإن السماح للمواطنين المغاربة الذي يملك بعضهم أرصدة وممتلكات في البنوك السويسرية سيمكن المغرب من الاستفادة من تدفقات هامة من العملة الصعبة بما ينعش الاقتصاد الوطني ويحسن مستوى احتياطات الصرف ببلادنا. هذا في الوقت الذي سبق أن اتخذ فيه مكتب الصرف إجراءات صارمة بهدف محاربة تهريب رؤوس الأموال. في الخبر الدولي، انتشلت فرق الإنقاذ جثة تعود لركاب طائرة ماليزية أثار سقوطها على الأرجح جراء صاروخ في شرق أوكرانيا غضبا دوليا وسط تبادل الاتهامات بين موسكو وكييف بشأن هذه الحادثة المأساوية التي وقعت الخميس. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأوكرانية في بيان صحفي الجمعة إن عمال الإنقاذ انتشلوا 181 جثة حتى الآن من موقع إسقاط طائرة بوينغ 777 في غرابوف بيدونتسكي والتي كان على متنها حوالي 300 شخص اعتبروا جميعا في عداد القتلى. نختم هذا الموجز بالخبر الرياضي، حيث وقع اللاعب عبد الرزاق المناصفي رسميا لفريق اتحاد الزموري للخميسات وذلك لموسم واحد في صفقة انتقال حر. المناصفي أقنع مسؤولي الفريق الزموري الصاعد حديثا لقسم الأضواء إذ خاض تدريب مكثفة رفقة المجموعة منذ أيام ليكون المنتدب الثاني بعد عبد المجيد الدين الجيلاني الذي وقع للفريق في وقت سابق. وكان المناصفي قد فسخ عقده مع فريق الوداد الرياضي في شهر يناير من هذا العام قبل أن يظل 6 أشهر بدون فريق إلى أن التحق أمس بصفة رسمية بالفريق الزموري اتحاد الخميسات. بهذا الخبر نأتي وإياكم أعزائي المشاهدين إلى نهاية هذا الموجز. تقبل الله صيامكم وإلى اللقاء.